ومواقف النقل الجماعي ودور العبادة، بما يكفل المساهمة بشكل فعال لتوفير المناخ الآمن لسلامة المواطنين. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. استمرارا للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من المناطق والمرافق الحيوية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، قامت العناصر التخصصية بالجيش الثاني الميداني بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي للمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية، حيث شملت الإجراءات تطهير وتعقيم جميع المعديات والكبار العائمة ومحطات القطار والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعي ودور العبادة، بما يكفل المساهمة بشكل فعال لتوفير المناخ الآمن لسلامة المواطنين. كما تم عقد ندوات في أماكن مفتوحة رعي فيها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك لتوعية المواطنين بمخاطر انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تكريم عدد من أطباء وزارة الصحة والسكان المتميزين في مكافحة فيروس كورونا تقديرا لتضحياتهم وتفانيهم في أداء عملهم، فضلا عن فتح عدد من النقاط التي يتم خلالها توزيع الماسكات الطبية المجانية على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية الأولية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية. كذلك تم توزيع كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية عبر المنافذ الثابتة، وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحي الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة لكافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم.